أهلاً أعزائي المشاهدين من كفر نحوم، نواصل دراستنا عن تعليم المسيح عزته الشهيرة على الجبل. شرف وامتياز كبير أن أكون في المجمع القديم، نفس المجمع اللي تكلم فيه أو منه الرب يسوع المسيح وصنع معجزات كثيرة حول كفر نحوم ومناطق عديدة حول بحيرة طبرية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة بعنوان لا تهتموا، فأنا بدعوك أنه فعلا وبصلي أنه رب يفتح ذهنك وبصيرتك حتى نأخذ قرار في حياتنا. ابقوا، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.